عن الكلمات الفرعونية في حياتنا اليومية أعد الأستاذ رامي مينا المرشد السياحي رسالة دكتوراه، وهو معنا النهاردة في صباح الخير يا مصر علشان يحدثنا عن هذا الموضوع. صباح الخير، أهلا بحضرتك. يعني مثال فرعوني أكثر عشان يعني لو هناخد مثلا من الفرعوني، عندي في اللغة العربية وعندي في اللغات الأوروبية كتير قوي قوي واخد من مصر القديم، وده طبيعي لأنها أقدم حضارة. يعني أما أقول مثلا وهن في اللغة المصرية القديمة معناها ضعف، وهي كلمة وهم في اللغة العربية. أما أقول برق هي برق، أما أقول وحات هي واحة، أما أقول هنو هي هناء أو سعادة. أما أقول تممت في اللغة المصرية القديمة معناها تميمة أو تعويذة. أما أقول حسب في اللغة المصرية القديمة معناها حتبة. أما أقول ماجر معناها نجار. أما أقول مركبك معناها مركبة. أما أقول تم يعني تم أو اكتمل الشيء. أما أقول مات معناها ميت. أما أقول مات برضو بمعنى تاني في المصري القديم موت، برضو هي نفس المعنى. وأما أقول مثلا نقمة هي نقمة. أما أقول در يعني درأ الشيء يعني بعته، هي درأ أو أبعد. أما أقول عين هي عين. أما أقول خر هي خر. أما أقول قابط هي بيت. أما أقول سمر بمعنى صديق هي سميرة. أما أقول منحت هي منحة. أما أقول برق هي بريق. وكتابة هنا موجودة، يعني ممكن نرجع للهيروغليفي موجود فين طبعا. يعني احنا بنتكلم هيروغليفي في لا الحقيقة ان فعلا كتير جدا جدا، مش احنا العالم كله واخد مننا، العالم كله واخد مننا والأوروبي. أما أقول دماء هي دماء. أما أقول والدليل، أما أقول خاتم مثلا في اللغة المصرية القديمة، خاتم دي كلمة عجيبة جدا ليها ثلاث معاني في المصري القديم، والثلاث معاني موجودين في المصري القديم بنفس النطق. أما أقول خاتم في المصري القديم معناها الختم اللي كان بيختم بيها البردي، ختم معناها خاتم لأن الخاتم برضو بيختم بيه كان، وختم ختم الشيء يعني أنهاء يعني ختمه يعني. شايفين على الهوا الكلام اللي حضرتك بتقوله. تمام. التأثير مش بس في اللغات في اللغة العربية ولا في اللغة العامية، لأن في العامية في أمثلة كتيرة جدا. وعايز أقول إن مش بس في العربي ده، أيضا في كل اللغات السامية. يعني لو بصينا نفس الكلمات العربية اللي متأثرة بالمصري القديم هي في العبري. يعني لو قلنا مثلا قابط هي بيت، هي بايت في العبري. لو قلنا مثلا سلام هي شالوم، بالظبط هي شالوم، هي شارم في المصري القديم او سارم. لا يعني كم حرف ابجدي موجود؟ يعني نقدر نقول حوالي 743 علامه. 743 المشهورين يعني أبجدي. المشهورين بس في العصر اليوناني الروماني زاد كتير. يعني دي بعض العلامات لو حضرتك. بس العلامه بتدي كلمه ولا بتدي حرف؟ لا، في علامات صوتيه بتدي صوت واحد، في علامات صوتيه بتدي صوتين، في بيدوا ثلاثه. حضرتك شوقتنا اننا نتعلم هيروغليفي يعني، ونتمنى ان شاء الله. الاوروبي متاثر اكتر. يعني مثلا هقول بيبي في اللغة المصرية القديمة، وده اللي تكتب كده، هي بيبي في اللغات كلها، بيبي بيبي بامبينو في كل اللغات. أما أقول دشرت هي ديزرت، هي ديزير هي ديزيرتو. أما أقول مونيمنت هي مونيمو مونيمنتو في كل اللغات، أصلها أساسا منو في اللغة المصرية القديمة. عايز أقول إن في آلاف الكلمات بالطريقة دي، وده كان موضوع رسالة. عموما نتمنى لك والفضل كبير للدكتور عبد الحليم نور الدين، لأن هو الوحيد اللي فعلا أو أكتر واحد وقف ضد كل الصعوبات اللي أنا واجهتها. إنها موضوع جديد وموضوع شيق، وأنت شوقتنا إننا نتعلم هيروغليفي. لا تحت أمرك. بنشكر حضرتك ونواصل فقرات صباح الخير يا مصر.